صورة قاتمة رسمتها الأمم المتحدة للعام المقبل في العديد من دول العالم وسبب فيروس كورونا وتداعياته. نظر مجاعات عدة تقول المنظمة الدولية إنها تطل برأسها لتكون سمة العام 2021. نحو 235 مليون شخص حول العالم سيكونون بحاجة لشكل من أشكال المساعدة، مما يعني واحدا من كل 33 شخصا يسكنون الكوكب، وبزيادة 40% عن العام الحالي، وهو أمر غير مسبوق. في بداية 2020 اعتقدنا أن 170 مليون شخص سيحتاجون لمساعدات إنسانية، وبحلول عام 2021 فإن العدد سيكون 235 مليونا، وهذا يمثل زيادة بنسبة 40%، وكل ذلك بسبب كوفيد-19. وتحذر الأمم المتحدة من تضاعف أعداد المهددين بانعدام الأمن الغذائي الحاد، ليصل إلى 270 مليون شخص، بزيادة تقدر ب 82% عما كان عليه الحال قبل انتشار فيروس كورونا. لتقدر احتياجاتها لمواجهة الوضع خلال العام القادم ب 35 مليار دولار أمريكي. من أجل التعامل مع هذه المجموعة من المشاكل نضع خططا للوصول إلى 160 مليون شخص الأكثر حاجة في 56 دولة، ونحتاج من أجل تنفيذ هذه الخطط إلى تمويل ب 35 مليار دولار. ورغم أن النداء السنوي الذي توجهه وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى غالبا ما يرسم صورة سوداوية عن الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن النزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية والتغير المناخي، فإن فيروس كورونا ولا شك ضاعف من مأساوية المشهد بشكل غير مسبوق.